بسم الله الرحمن الرحيم. اسمحوا لي ان انا في البداية ان انا اوجه التحية والتفضيل والاحترام للشعب المصري ولهيئة قناة السويس، وكل سنة وانتم طيبين، وربنا سبحانه وتعالى يعيد علينا هذه الايام يعني بالخير وبالسلام وبالامن والاستقرار. وبمناسبة العيد، كل سنة والعالم العربي والاسلامي ومصر بخير وسلام، والعالم كله بخير وسلام. الحقيقة الزيارة بتاعت النهاردة كان الهدف منها ان احنا نأكد على المؤكد، يعني ان قناة السويس اللي يعني بكفاءتها بتعمل، مش بس هي كمجرى ملاحي، لا ايضا شركات قناة السويس بتعمل، وانتوا هتشوفوا او اللي احنا اثناء العرض الكلام اللي اتقال في الانشطة و الشغل اللي بيتم تنفيذه خلال المرحلة دي. فأنا بقدم التقدير مرة تانية والتهنئة للهيئة على الجهد اللي اتعمل والجهد اللي هيتعمل إن شاء الله في المشروع اللي عرضه سيادة الفريق أسامة. أنا عايز أقول إيه؟ إن إحنا يعني هيئة قناة السويس دي هيئة عملاقة كبيرة أوي، والشركة ليها رؤية في المرفق بتاعها والمحافظة عليه وتطويره بما يتلائم أو يتوافق مع يعني تطور حركة التجارة في العالم. واللي انتوا سمعتوه النهاردة من على ان احنا نعمل يعني تحسين لحركة المجرى الملاحي في الجزء الجنوبي، ان شئنا ان احنا نسميه كده، اللي هو الجزء اللي حصل فيه المشكلة، مش كده؟ اللي هم يعني نقول الخمسين كيلو الاخرين دول، سواء العشرة اللي موجودين جوه البحيرات المرة او على امتداد الجزء الاخر حتى خليج السويس. انا طبعا يعني كنت اتمنى ان اللي يعمل الشغل كله هي قناة السويس. يعني عندنا كراكات كبيرة وعملاقة، وفي كراكة هتيجي في شهر 8 هتنضم للاسطول، وبالتالي هل احنا يعني المده الزمنيه اللي احنا ممكن لو احنا كهيئه بمواردنا بمعداتنا قمنا بالعمل ده، وممكن الاستعانه ببعض الشركات برضو لو كان ده المده 24 شهر؟ اتفضل استريح. يعني طبعا يعني كل ما يكون المدة اقل من كده انا مش عايز الزم، لان انا هنا مش عايز احشد موارد ضخمة جدا لعملية التوسعة. يعني مش هقول ان احنا مش في عجلة، مش لا، احنا هنتحرك ونشتغل بامكانيات الهيئة، وممكن الاستعانة ببعض الشركات اذا تم تقديم عروض مناسبة لموضوع التكريك اللي انتوا عايزين تعملوه دوت. اذا كان ده خلاص يعني ده الشكل والتصور النهائي، انا كنت عارف ان ده كان من ضمن الـ يعني الاجراءات اللي الهيئه حطاها لتطوير المجرى الملاحي كله، مش بس الجزء اللي احنا افتتحناه، لا ده كان ده من ضمنه، بس مرحله يمكن تكون مرحله متاخره شويه يعني، وجه اوانها دلوقتي بحكم الظروف اللي حصلت. فاحنا يعني خلينا اقول ان احنا ننطلق ونتحرك فيها ونعملها يعني. واتصور ان مواردكم مش محتاجين بقى نعمل مره تانية كده دكتور مصطفى، مش كده؟ مش محتاجين. طيب يعني ان شاء الله نتحرك فيهم.